هناك ضربة موجعة من المفروض طبعاً. وبالتالي لابد أن يكون الحزب يتوقع أيضا رد فعل إسرائيل. عندما تصرح إسرائيل منذ قليل أن إسرائيل اكتفت بما جرى اليوم وتنتظر رد حزب الله، هذا يعني إسرائيل ابتلعت هذه الضربة وهذا الرد. هل ألا يعني هذا أيضا أن الضربة لم تكن موجعة إلى هذا الحد؟ لنرى ماذا سيعلن سمحت السيد الساعة السادسة إذا كانت موجعة أم لم تكن موجعة. بس أنا بدي أقول شغلي، عندما تطلق المقاومة 320 صاروخ كاتيوشا، من قال أن هذه الصواريخ لم تصب إسرائيل بأضرار حتى على الأهداف على الحافة الأمامية من الجبهة 12 كيلومتر و 18 كيلومتر؟ قد استهدفت مراكز استراتيجية كمان كقاعدة ميرون للمرة العاشرة تستهدفها المقاومة. فأذن الأضرار التي حلت بالعدو الإسرائيلي في خلال هذا الرد أكيد مؤلم جدا. هل يمكن القول اليوم بأن ملف فؤاد شكر قد أغلق؟ تصريح المقاومة المرحلة الأولى، يعني هناك مرحلة ثانية. هذا له تفسيرين، يا أما بعد فيه ضربة أخرى، يا أما ننتظر رد الإسرائيلي، إذا كان هناك رد ننتقل إلى المرحلة الثانية. هذا ما سيعلنه سمحت السيد اليوم. مجرد حدوث هذا الرد النوعي والكبير في الظروف واللحظة والإحاطة والاستنفار الكبيرين هو إنجاز كبير، قبل أن نتحدث عن النتائج والمآلات والهدف النوعي أولا. ثانيا، 26 يوم مضى على اغتيال القائد فؤاد شكر، وقد أتى الرد بعد استنزاف نفسي وإعلامي واقتصادي وعملياتي طويل في كيان العدو. ثلاثة، أحد في هذا العالم لم يستطيع منع المقاومة من تنفيذ رده رغم حالة الاستنفار الدولي ورغم وجود رئيس الأركان الأمريكي في المنطقة وكل هذا الحشد العالمي دعما لكيان العدو. أربعة، هذا الرد أعاد بقوة قواعد الاشتباك وأعاد المبادرة إلى يد المقاومة رغم الحديث عن الضربة الاستباقية. خمسة، يبدو أن مرجعية العدو التي فهمناها اليوم تستند إلى مدرسة هوليود وليس إلى المدارس العسكرية المحترمة التي تجعل من يتابع مقتنعا بأن 40 غارة استطاعت القضاء على آلاف الراجمات، وهذا منطق لا ينسجم مع حسابات العقل. ملاحظة مهمة هون، تحديد العدو المسبق للهدفين في جليلوت رغم الرقاب العسكري المشددة قد يكون هدفه الحديث عن إحباط هذا الهدف أكثر منه الإشارة إلى أهمية الهدف. لذلك علينا انتظار الكلمة الفصل في موضوع الهدف وما أنجز لسماحة السيد حسن نصر الله عصر هذا اليوم، وبالتالي كل المشهد الذي استنفذ اليوم كل ما يمكن أن يقال سماحة السيد عند السادسة على ضوء كل ما قيل ويقال سيعيد المعركة على الوعي، المعركة على قواعد الاشتباك، والأهم تثبيت استمرار إسناد فلسطين وغزة وشعبها. وبالتالي مفهوم. واضح أن كيان العدو ظهر ضعيفا والمقاومة ظهرت قوية. دقة اختيار التوقيت، نعم، عشية وصول وفد حركة حماس إلى القاهرة، لأن حزب الله أراد بضربة اليوم توظيف مزيد من أوراق القوة على طاولة المفاوض الفلسطيني المقاوم، وأن المقاومة الفلسطينية لا زالت تملك الكثير من هوامش القوة وهوامش المناورة، والاستنزاف الملفت والمريع الذي تعرض له جيش العدو أمس وأول أمس في جبهات القطاع مرتبط بإحكام مع مشهد جبهة لبنان اللي قدمت نموذج آخر عن ربط السياسي بالميدان، وأن المناورة والألاعيب الأمريكية لن تنجح بفت عضد المقاومة وإن إبقاء
هدف وقف إطلاق النار أولوية غير قابلة للنقاش. الأمر الثاني، هناك رسالة لبنانية إلى علاقة بحماية لبنان، إلى علاقة بموعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية في 30 من آب، وهناك نقاش غير معلن وصراع على قواعد جديدة تطرح من قبل الغرب ويرفضها لبنان والمقاومة. اجتماع تشاوري قبل قليل لأعضاء مجلس الوزراء في منزل رئيس الحكومة، وأذعتم قبل قليل موقف لبنان المستمر باتهام العدو بالمبادرة إلى العدوان، برغبة لبنان بتطبيق القرار 1701 وبضرورة إنهاء العدوان والجريمة المرتكبة بحق قطاع غزة. ملاحظة رابعة، أن حزب الله تقدم في مشهد اليوم ليكون رأس الحرب في محور المقاومة بإطار الردود المنتظرة، وهو فتح الطريق استراتيجيا وعسكريا.